تتضاعف جهود إدارة الطوارئ الطبية خلال أيام عيد الأضحى المبارك في سبيل توفير تغطية صحية شاملة وكذلك لتلبية الواجب الإنساني. من ضمن استعدادات الإدارة لهذه المناسبة تجهيز أكثر من 70 مركز إسعاف ونقطة منتشرة في الخطوط السريعة وكذلك شمال وجنوب البلاد، بالإضافة إلى العيادات المجهزة في بعض المجمعات التجارية. صافرة الإسعاف تعلن قدوم المساعدة. مسعفون يتخطون كافة الحواجز والصعاب لتلبية الواجب الإنساني. عملهم فيه جرعة مضاعفة من التوتر والخوف من الإخفاق. هي الزحمة اللي نشوفها بالشوارع، الكل طالع يبي يستانس بالعيد، بعد المساء فترة بعد المساء تزيد الزحمة بالشوارع، فهذا يعطلنا عن وصول البلاغ بالوقت اللي احنا يعني حاطينه كتارجت لنا ان نوصل بالبلاغات، بالإضافة إلى بعض البلاغات اللي يكون فيها التشخيص خاطئ من المبلغ نفسه، يعني أهم من هذه نواجه فيها بعض المشاكل في بعض الأحيان. هنا في مركز إسعاف طوارئ الأميرية ترد اتصالات يومياً، إصابات، حوادث طرق خلال فترة عيد الأضحى. ما هي أبرز البلاغات التي ترد لنقطة الإسعاف من قبل غرفة العمليات المركزية وكيفية التعامل معها؟ أكثر البلاغات ممكن تكون في عند المسالخ لما يكون في عندنا يعني عدد كبير من الناس اللي جايين يضحون، ممكن يكون في إرهاق، يكون في إنهاك حراري، ممكن يكون في عندنا إصابات داخل المسلخ بالغلط طبعا، حالات اختناق، حالات اللي هو اللي عندهم أمراض مزمنة نفس الربو، أمراض الضغط والسكر، هذه كلها احنا نشوفها دائما في هذه الأوقات بسبب طبعا أن يكون واحد تعبان يعني سهران مثلا ويكون بعضهم مواصلين. مواقف عصيبة يعيشها فنيو الطوارئ الطبية في كل لحظة في حياتهم المهنية، ولكنهم صامدون من أجل إنقاذ الأرواح. طلعنا لحادث سيارة وكانت الحالة توقف قلب. اتفاجأنا من ضمن الصعوبات اللي كنا نواجهها ازدحام بالمتفرجين. كان من ضمن الناس اللي بتفرجوا والده لصاحب السيارة اللي متوفي، وكان للأسف كان ميت. وما بعرف أنه اللي داخل السيارة أنه ابنه. واثقون دائما أن عامل الوقت يصنع الفرق بين الحياة والموت. يتركون عائلاتهم وأطفالهم خلال فترة العيد من أجل تلمس جراح المرضى وإنقاذ حياة العديد من الأرواح، مهما كان حجم الصعاب والتحديات. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.